من قديم الزمان حلم الناس بالثروة، علماء أمضوا حياتهم يحاولون تحويل المعادن إلى ذهب. أحد هؤلاء مرزوق الدمشقي كان أبرعهم، وحتى لا يستفيد من علمه سوى من يستحقه، اخترع مرزوق لغز الإبريزي، علبة عجيبة مفتاح ميراث علومه، كنز لا مثيل له في العالم. إلا أن هذه مجرد أسطورة. أين باقي أسلحة الفتاكة؟ دمرت يا سيدي. إذن أصلحها. يا سيدي اهدأ، للأسف مواردنا الآن نفدت يا سيدي. وفر في ثمن الغذاء أو اسرق القوافل، أريد حلولاً. ابتعد عن طريقي. وسوف يقتلني. لا جديد في ذلك. صلاح الدين اذهب قاتله. هيا. آسف. معركتي ليست معك. ألا تخبريني عن سبب كل هذا؟ أنا فقط أخذت شيئا. لا يخصك. تفاصيل لا تهم. مدهش، معركة لفتح الشهية. هاي، حذاري أيها ال... جيمس؟ دونكن؟ أهذا أنت؟ توقعت أن تكون في عداد الأموات وأن تكون أنت مستقراً في قاع البحر. حسناً، أنا سأرحل. لا، عودي إلى هنا. مرحباً يا لذيذ. أعطيني إياه. نقتسمه. هيا، النصف بالنصف. ليس هذا وارداً. أعطيني ذلك الإبريزي حالاً. أتركها. لما تأخرت؟ لحظة يا خفيفة اليد. هاي، إلى جانبي. من تقف أنت؟ أدين لجيمس بحياتي، لذلك فإني أقف اليوم إلى جانبه. أنا جائع وغاضب. ألقي سلاحك في الحال. حسناً، ماذا عن كنز مرزوق؟ أبحث عنه، لكن أحتاج إلى بعض الوقت. لم يعد لدي وقت. إن لم تأخذني إلى ذلك الكنز سريعاً ستحين ساعتك. أنتما تعاليا معي. هل قلت الإبريزي؟ لا تقصد طبعا إبريزي مرزوق الذي يقال إنه دليل لكنزه. كنزه؟ أي كنز؟ لما لم يخبرني أحد عن الكنز؟ تقول الأسطورة إن من يبحث عن كنز مرزوق لا يعود، صحيح يا طارق؟ طارق، وهل هناك كنز؟ لقد جن مرزوق، أليس كذلك؟ ليس ذلك مطمئناً أبداً.
ولكن لا تنسى، لو كان هناك كنز ووجدناه سيلقبك التاريخ بالعبقري الذي حل لغز الإبريزي. عبقري، تعجبني تلك الكلمة. حسناً، لن يضرنا أن نحاول. لن أشترك معكم، فلا تتوقعوا أن أنجدكم حين تسوء الأمور. يا صلاح الدين، لست محور كل شيء. لما لا يستمعون إلي؟ ألست على حق؟ أجل، أنا على حق. يستمعون دائماً لطارق، دائماً لطارق. اخترت أسوأ يوم لمواجهتي. وأنت كذلك. لا تنسى يا هذا، ذلك هو صديقي. دعيه يحاول، أنا الخبير هنا. الإبريزي كان ناقصاً حتى حصلت على الجزء الضائع، وهو أصعب لغز وجد حتى الآن. قضيت شهوراً أدرس كل تفاصيله، ومن دون ما توصلت إليه لا أمل لك. حللت اللغز. عفواً، ماذا قلت؟ حسناً، ما اسمك؟ ريجينالد يريد أن يعرفه بشدة. أجبني! لا بأس، لا بأس، ريجينالد سوف يلحق قريباً بأصحابك المغامرين وسيعرف الإجابة منهم قبل أن يقتلهم. لا شأن له بهم. سنتسلق الجبل. انتظر لحظة. لماذا؟ هيا نبدأ بسرعة. تسلق إن أردت، لكن طريقتي أسرع. طارق واحد، جيمس صفر. لا أصدق، حين وصفك ريجينالد تصورت أنك في طول المارد ويتطاير الشرر من عينيك. أنا الآن متنكر. أسكتوا. أسرعوا، جبل القريب أمامنا. قلت لك انتظر، هذه الأدلة تركها كيميائي مجنون. هل تفهم الكيمياء أو الجنون؟ بالطبع لا. دعه يتأكد يا جيمس. هاي دانكن، هل تذكر أنطاكيا؟ لا، أتعني؟ آخر من يصل إلى الجبل هو قرد بذيل. انتظر جيمس. يجب أن نتقدم ببطء. جيمس، توقف! الصخور تتساقط! كهف مرزوق. لن يتقدم أحد، طارق مصاب. سنعيد طارق إلى دمشق، حاول أن تتفادي الشرار. اذهبي أنت، طارق سيبقى هنا. مزاجي لا يسمح بالمزاح. رائع، لأنني لا أمزح.
لا، ما رأيك في الآن؟ توقف. يا لك من وغد مخادع بقلب أفعى، والآن استسلموا أو يمكننا أن نهرب. لا تقلقوا، عندي خطة. ما هذا يا جيمس؟ أمرتك بأن تعثر على الكنز. ائتوني بالإبريزي ثم اقتلوهم. حركة واحدة ويمكنك أن تودع الكنز إلى الأبد. لا يستطيع فك رموز الإبريزي إلا هو يا سيدي. ماذا يعرف ذلك الهمجي؟ ولا أعرفه أنا. انظر. كنت تدخر حيلك ليوم عاصف فالعاصفة قادمة. اتبعاني. أنت مدرك أننا متجهون نحو الصخرة؟ ثقي بي، مجانين. حسناً، لن أقتلك مؤقتاً. تحرك. أنت مهل، سوف تحتاجون إليه سليماً إذا كنتم تريدون الكنز. كيف يمكنك أن تخدم ريجينالد بعد أن رأيت ما يفعله؟ إنه مجنون بالحرب. لقد نسيت أمراً دانكن، نحن جنود، علينا أن نطيع الأوامر. ريجينالد شخص مجنون، قد يقتلنا جميعاً ليصل إلى ما يريد. هذا يكفي دانكن. الآن دورك. أظن أنني وجدت وسيلة للعبور. سوف نرى. Thank you.
مرة. أحسنت يا حلوة. اسمع دانكن، أنت الذي فررت من الجيش. لو أن أمك عرفت ماذا فعلت. لا دخل لأمي في هذا الحديث. أنت أيها القوي. طارق، هذه فرصته. أنيسة! أنيسة! سيطر على سجنائك أيها الجندي. تحركوا! مجنون يا جيمس! إنه مجنون. افتحها! أنا أحاول قدر استطاعتي. هذا محتمل. دانكن، خذ. هل ترى تلك الفتحة؟ أدرها. 1، 2. لحظة، أديرها أم أعد ثم أديرها؟ أدرها. برؤيتك أبداً مثل اليوم. سيسمعونك. لا داعي لهذه الابتسامة. هذا ما توقعت حدوثه، ولكن لن أحرجك. والآن لنذهب إلى صديقنا. هذا الذهب سنكسب الحرب. لا، بهذا الذهب يمكنني أن أبني إمبراطورية. مساعدتك لي لا تقدر بمال يا جيمس، وأنتما كذلك. والآن هيا اقتلهما. هل من كلمة أخيرة؟ أجل، ابتعد قليلاً حتى لا يكون وجهك القبيح آخر ما أرى. لن يساعدنا هذا يا دانكن. لو كنت هنا يا صلاح الدين، هذه أنسب لحظة لدخولك المتاجر. رائع، كنت متشككاً في توقيتي. أنيسة، لم تموتي، ولو أني غير مهتم. بالطبع لا. الكنز؟ ما الخبر يا طارق؟ أظن أن هناك دليلاً أخيراً هنا، لكني لا أعرف تفسيره. يجب أن نمنع ريجينيلد من أخذ التاج. تاج؟ أي تاج؟ لا تقف هناك كالأبله يا جيمس، تعال وساعدني. شيء رائع.
تاج لمن سيصبح ملكاً. قف! لا تلمس هذا! التاج! عدت مرة أخرى! يا له من يوم رائع! سأحظى بالكنز وبرأسك! أهداف ظريفة! صلاح الدين! لقد وقعنا في الفخ! يجب أن نخرج من هنا! صلاح الدين، أنت رجل ميت. لنرى من سيفوز. هذه لأنك قدتنا نحو الشراك، وهذه لأنك آذيت أصحابي. ألا تفهمون أننا يجب أن نخرج حالاً؟ رجال! نلتقي لاحقاً. هذا جزء من الخطة. طبعاً. لا لا. وهذه لأني أريد ضربك. دانكن! المغارة تنهار! أسرع! هيا يا دانكن! أسرع! ابتعد عن طريقي وعن طريق أصحابي. جيمس، أنا آسف يا دانكن، لقد خانك ولكنه كان صديقك. أوه دانكن! لا بأس لا بأس، سأضطر إلى مواساة نفسي بهذه. ترى صخرة تحبها؟ ماذا؟ لحظة، كانت من ذهب، صدقاني. كان الوضع خطيراً، فاختلط عليك الأمر. لا 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 لا. نعم، يحلم الناس بالعثور على كنوز، والمغريات كثيرة، وأهدافهم قلما تتحقق، ولكن أحياناً تتحقق الأحلام. والمعيار الحقيقي للرجال هو ما يفعلون إذا ما تحققت أمنياتهم.